فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور وإن كانت السنة عندهم تسطيحها، قالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة. هذا كما سبق أن العلماء في القبور على قسمين، هم أجمعوا على أنه لا يجوز رفعها وتشييدها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهيه ولعنه من فعله، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وإنما اختلف أهل السنة كيف يكون وضع أسطحة القبور إذا دفنت، فبعضهم يرى أنها تكون مسنمة لأجل أن ينزل ماء السيول عنها، وبعضهم وهم الشافعية يرون أن تكون مسطحة، تكون مسطحة لا مسنمة، هذا عند الشافعية. لكن متأخر الشافعية لما رأوا أن بعض أهل البدع سطحون قبورهم أرادوا مخالفتهم فجعلوا يسنمونها، وإن كان هذا خلاف مذهبهم لكن فعلوه من أجل مخالفة المبتدعة. نعم. سلام عليكم. قال رحمه الله: وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات، وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام. يقول رحمه الله: ليس الغرض جمع كل ما ورد من الأقوال والآثار في منع التشبه، لأن هذا يطول. نعم. وإنما الغرض ذكر نموذج يدل على إجماع العلماء على تحريم التشبه، فيدخل تحت الأصل الثالث من أصول منع التشبه وهو الإجماع. الإجماع.